اشكرك يا استاذ جمال. استاذ جمال، احنا كنا بنتحدث عن اللائحه الاسترشاديه والبنود اللي كان طلب النادي الاهلي انها تتم باقامه. انا بس عايز اقول للكابتن حاجه، دي جمعيه خاصه وليس جمعيه عضويه غير معتادين علينا. دي تجربه ديمقراطيه جديده في الجمهوريه الثالثه في مصر برئاسه الرئيس عبد الفتاح. احنا بنخوض تجربه غير مسبوقه، بنعمل قانون رياضه وبنعمل لائحه استرشاديه، فدي ما لهاش سوابق قبل كده. يعني اول حاجه نتفق ان دي جمعيه خاصه مش جمعيه عضويه غير عاديه، عشان بالظبط على الله. واحنا الهدف من حضور 12500 ان احنا بنربي ديمقراطيه وليده زي ما حضراتكم قلتوا في مجلس النواب. فالديمقراطيه الوليده اللي احنا بنربيها لازم نساعدها على اساس تقدر تستحمل وتقدر تحقق الغرض وهو الحضور واتساع قاعده المشاركه في مصر، وده الاهم. فاذا كنا احنا عايزين نعمل فعلا ديمقراطيه وليده وعايزين نعمل اتساع، ليه؟ ايه حاله التعدد الغريبه؟ لما الاهلي يقول انا عندي مقر في الجزيره وعندي مقر في مدينه مصر والمقرين دول لازم كل مقر يصوت تخفيف على 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 المرشح او قصدي على الداخل، وتخفيف على المواصلات والمرور وضيق المساحه في الاهلي كتيره، كل الحاجات دي عامل كويس. ده انا كلمت كمان يقولوا التصويت يبدا من 6 المغرب ل 12 بالليل عشان درجه الحراره عاليه. ده دور ان احنا كل الانتخابات تواصل مقرراتها، ودليل ان احنا في رئاسه الجمهوريه لما يومين ما قضوش خدنا يوم ثالث عشان المشاركه تبقى افعل واقوى وده صالح الديمقراطيه. انا مش عارف ايه الاستاذ هشام حسن، ويعني حاطط في دماغه كاننا نتبارى او نتنافس او نتسارع على شيء يساعد الوسط على فكرته، يساعد الوزير اللي عايز يعمل الوزير خالد عبد العزيز، ويساعد هشام حسن، ويساعد الكل ان احنا نعمل فكره يعني او نرسخ فكره الديمقراطيه. وهو اللائحه لازم تساعدهم في الجو ده، يا استاذ جمال، حضرتك بتؤيد مبدا التيسير، لان من الاول تم وضع اللائحه لتفعيل دور الجمعيات. وخالد عبد العزيز لازم يتأيد، وكلنا لازم نتأيد، لان اللائحه بتتعمل عشان تجيب الناس. الدستور بيتعمل عشان نظام حياه، والقانون دايما ينظم العلاقه، واللائحه دي تسجيل على كل الحاجات دي معموله عشان المواطن اساسا في الاصل عشان اريح المواطن. فعندنا في الموضوع ده بدل بمراحل كتير، واحنا بنعمل تجربه لسه جديده ما لهاش ثوابت، ما ينفعش نقعد نقول طول الوقت بس الجمعيات العربيه السابقه، احنا قاعدين الجمعيه العربيه السابقه دي جمعيه خاصه جدا بتناقش لائحه يعني حاجات بسيطه جدا. انا من حقي والحق كل المنافسين والحق الزبير بدل ما يتخانق يساعد فيها انها تكتمل، وحسن حمدي يجي يخليها تكتمل، وطاهر ابو سيد يجي يخليها تكتمل. انت قدام النادي الاهلي دلوقتي قدام صراع، يعني ده مش انتخاب. يعني انا بقول لكل الاطراف في الاهلي، ده مش انتخاب يا جماعه، ده تاريخ الاهلي القادم، ده الاجيال القادم، الافراد سائلون والكيان هو الباقي علينا جميعا ان نتوقف. بلاش الصراع ولا الخناق ولا الهيصه ولا الدوشه اللي كل يوم نشوفها في التوك شو، عشان ايه؟ مصرنا ولا مصرين؟ طب استاذ جمال، حضرتك عايز اسال حضرتك ايه رايك في لائحه النادي الاهلي الخاصه؟ يا اخي كل واحد يعمل لائحته بطريقته، يعني كل واحد يعمل يرتب بيته بطريقته، وده حق عظيم زي ما الكابتن النايب قال. هو الكابتن النايب قال اه انا ادرى بسكون بيتي، انا ادرى بالدرس. هو احنا المدرسه النظر هيقول واحد اثنين ثلاثة وانا بتاع مين؟ ده النادي الاهلي يا جماعة اللي هو أهم مؤسسة رياضية في أفريقيا. ومن حقنا كلنا أو من مصلحتنا كلنا إن احنا نحافظ على الكيان الضخم ده، لأن هو اللي بيفرخ لنا كل الضجوج وكل الأبعاد. فأنا من حقي ومن حق النادي الاهلي إن هو لازم يحافظ على دي، وده مش ضد حد أو بيتعدى حد أو ما مش يعني مش طغيان على حد. لا بس الاهلي زعلنا كلنا في البطوله الاخيره، البطوله العربيه. حضرتك البطوله العربيه طبعا كنا نتمنى يعني ان الاهلي باذن الله كان ياخد هذه البطوله.
اقول لك على حاجه بقى في الاستوديو دي، حاله الارتباك اللي سفرها بعض الاعلاميين وخرج الاهلي على المشروع في البطوله العربيه السبب من اسباب الخساره، اللي هو ده يشتتك، اللي هو فكره التشتيت ده كلام كنت بتطلع حواليك كل مع بعض. ما ينفعش لازم كلنا نحافظ على النادي الاهلي، نحافظ عليه بقى في منجزاته وانجازاته. انا بحييك وبشكر سياده الراجل وتشرفت النهارده في الاهلي، بشكر محمد فاروق سعد وبشكر كل رجاله الاعداد في قناه الاهلي. ولا طولت عليكم وسهقتكم واسيبكم تستمتعوا بالشكل ده. استاذ جمال العاصي الناقد الرياضي الكبير، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. الاستاذ جمال كان بيتكلم ان الموضوع تسيرا من البدايه